بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأعزاء وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية من قبل الدكتور الاختصاص ميسب محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى الليكتشر 5 الأرثروبويسيز، ولكن بقى فد بارت صغير تابع للمحاضرة السابقة الريد بلاد سيل. نعتبر احنا طبعا بارت 2 أو هو تكمل المحاضرة السابقة. إن شاء الله أكملها ونتواصل معكم للليكتشر 5 الأرثروبويسيز. وصلنا وإياكم إلى الفاريشن إن سايز أوف ذا ريد بلاد سيل، يعني الاختلافات اللي تصير في حجم كريات الدم الحمراء under physiological condition، تحت التأثيرات الفسلجية اللي احنا نعتبرها شنو؟ تأثيرات طبيعية. The size of the red blood cells and the venous blood، الكريات الدم الحمر الحجم مالتها يقول في الدم الوريدي is slightly larger than، يعني نوعا ما أكبر من الكريات الدم الحمر those in the arterial blood في الدم الشرياني. And pathological conditions في الظروف المرضية، the variations in the size of the red blood cells are، شنو الاختلافات اللي تصير؟ microcytes، حجم الخلية يكون أصغر من المعتاد، أو macrocytes، حجم الخلية يكون أكبر من المعتاد، أو anisocytes، cells with different size، اللي هي يقول وجود خلايا بأحجام مختلفة. The microcytes are present in، شو وقت وين موجودة حجم الكريات الصغيرة؟ بالايرون ديفيشنسي انيميا، الفقر الدم نتيجة نقصان الحديد، prolonged forced breathing، في حالة التنفس بقوة، في حالة تنفس بقوة بصعوبة، increased osmotic pressure in the blood، زيادة الضغط التناضحي للدم. هاي بالنسبة للمايكروسايتس، يعني الحالات اللي تصير بها انه حجم كريات الدم الحمراء تكون اقل من الحجم المعتاد. Macrocytes are present in كرات الدم الحمراء اللي يكون حجمها أكبر من المعتاد، ميغالوبلاستيك أنيميا، فقر الدم الضخم، decreased osmotic pressure in the blood، والانخفاض في الضغط التناضحي للدم. الأنيزوسايتس قلنا اللي هي تكون مختلف الأحجام، حالة وين تصير أنيزوسايتوسيس occurs in pernicious anemia، فقر الدم الخبيث. Variation in the shape of the red blood cells، shape الآن بالشكل، الآن اختلافات بالشكل. Shape of the red blood cell is altered in many conditions including different types of anemia، إذن معناه تغير شكلها أغلب الحالات تصير وين؟ في الحالات المرضية. Crenation التحزز، يصير shrinkage انكماش as in the hypertonic condition، من توضع في محلول عالي التركيز. Spherocytosis التكور، globular form as in the hypotonic conditions، نتوضع في محلول منخفض التركيز. الليبتوسايتوسيس الخلايا الإهليجية، elliptical shape as in certain type of anemia، في أنواع محددة من أو معينة من فقر الدم. sickle cell شكل الخلية شكل يكونها منجلي، بحالة شنو عندنا؟ crescentic shape as in sickle cell anemia، في فقر الدم المنجلي. poikilocytosis unusual shape، شكل غير معتاد نتيجة deformed cell membrane، بسبب إنه الغشاء الخلوي يكون متضرر. The shape will be of a flask، قارورة على شكل قارورة يكون، أو hammer، شاكوس، أو any other unusual shape. Variation in the structure of the red blood cells، punctate basophilism، يعني في التركيب مع كرية الدم الحمراء، شنو هنا سموها قاعدية نقطية. Striated appearance، شكل مخطط يكون كأنما الكريات الدم الحمراء، نتيجة وجود presence of dots of basophilic materials، نتيجة وجود نقاط من مواد قاعدية اللي نسميها البورفيرين، is called punctate basophilism. Punctate basophilism القاعدة النقطية. وين تصير هاي؟ it occurs in conditions like lead poisoning، تسمم بالرصاص. Ring in red blood cells، أكو في الحلقات في كريات الدم الحمراء، ring or twisted strands أو خيوط ملتوية of basophilic materials appear in the periphery of the red blood cell، في الحافة مالت الخلية تظهر هذه الأشكال. و this is also called goblet ring، يسموه الخاتم الكأسي.
This appears in the red blood cell in certain type of anemia. إذن في حالات معينة من فرط الدم. وال هاول جولي بوديز اجسام نسميها جولي هاول in certain type of anemia, في أنواع معينة من فقر الدم. Some nuclear fragments, بعض الجزيئات النووية, are present in the ectoplasm of the red blood cells. These nuclear fragments are called Howell Jolly bodies. الآن خلصنا المحاضرة السابقة, نبلش الآن بالمحاضرة إن شاء الله الخامسة, Unit 2 Blood and Body Fluid, Lecture 5 Erythropoiesis, اللي هي Part 1. Erythropoiesis معناها شنو؟ معناها عملية تكون أو عملية تكوين كريات الدم الحمراء. Is the process of origin, development and maturation of the erythrocyte. لأن هي عملية أصل تكوين وتطور ونضوج كريات الدم الحمراء. الهيموبويسيز, من أقول معنى هيموبويسيز أو هيماتوبويسيز, مو إرثروبويسيز, نقول هيموبويسيز. هيماتوبويسيز is the process of origin, development and maturation of all the blood cells. من أقول هيموبويسيز أقصد أنه عملية تكوين كل الأنواع الكريات الدم الحمراء أو البيضاء. ولكن من أقول إرثروبويسيز من الإرثروسايت, لا, يعني معناها مختصة بتكوين كريات الدم الحمراء. Site of erythropoiesis in fetal life, يعني العمر الجنيني داخل رحم الأم. In fetal life, the erythropoiesis occur in three stages, ثلاث مراحل. Mesoblastic stage during the first two months of the intrauterine life, خلال الشهرين الأولى من الحمل, نسميها mesoblastic stage. The red blood cells are produced from mesenchyme of the yolk sac. هاي قلنا إحنا هاي هسه هذا اليوك ساك. هذا اليوك ساك, هذا الامنيوتيك كافيتي, هذا عن 15 إلى 16 يوم. هذا الامبريو, هذا أدنى, هذا الميزنكايم. هذا الآن شون اللون, احنا هسه شبه شفاف. هذا البنفسجي, هذا البنفسجي نسميه انترا امبريونيك ميزودرم. هذا اكسترا امبريونيك, هذا اكسترا امبريونيك ميزودرم. ولكن هذا بيناتهم, هذا مثل سائل الشفاف, هذا نسميه احنا الميزنكايم. فإحنا يعني الإنتاج الريد بلاد سيلز بهذا المرحلة تكون بالميزنكايم أو فيوك ساك. فهنا صورة توضيحة جدا يعني حقيقة جميلة وواضحة. الهيباتيك ستيج وين يبدي هذا؟ From third month of the intrauterine life, الشهر الثالث من الحمل. Liver is the main organ that produces red blood cells, يعتبر العضو الرئيسي في إنتاج كرات الدم الحمراء هو الكبد. ويأتي من بعده السبلين الطحال واللمفويد organs are also involved in the erythropoiesis. الميلويد stage during the last three months, بالثرد ترايمستر, الثلاث أشهر الأخيرة من الحمل, من العمر الجنيني. The red blood cells are produced from the red bone marrow and liver. تنتج كرات الدم الحمراء من نخاع العظم الأحمر والكبد. هاي أيضا هنا نفت صورة توضيحية هنا للمراحل إنتاج كريات الدم الحمراء خلال العمر داخل رحم الأم إن شاء الله. زين, فأول شيء تبدي بقلنا باليوك ساك وجزء من الليفر, بعدين الدور تبدي من الليفر قلنا بالشهر الثالث, وأيضا بالسبلين. وتبدي هنا عندنا ما بعد الشهر الثالث, عندنا يبدي الثلاث أشهر الأخيرة بالخصوص يبدي بالبون مارو. In newborn babies, children and adults, الحديثي الولادة والأطفال والبالغين. Newborn babies, grown children and adults, the red blood cells are produced only from the red bone marrow. إذن من النخاع العظم الأحمر ينتج فقط. الحد من الولادة لحد عمر 20 سنة, the red blood cells are produced from the red bone marrow of all bones, كل العظام, long bones and all the flat bones, العظام الطويلة والعظام المسطحة. After the age of 20 years, بعد عمر 20 سنة, red blood cells produced from the membranous bone, العظم الغشائي, مثل الفرتبرة, الفقرة, السترنم, عظم القص, الربز, الأضلاع, السكابيولا, لوح الكتف, iliac bones, العظام الحرقفية, skull bones, عظام الجمجمة, and from the ends of the long bones, ونهايات العظام الطويلة. After 20 years of age, the shaft of the long bones becomes yellow bone marrow, تصبح هنا
الشافت مات العظام الطويلة تصبح شنو؟ عبارة عن نخاع عظم أصفر because of the fat deposition، بسبب تجمع الدهون and loses the erythropoietic function. وبهاي المرحلة بعد يعني ما راح يكون أو ينتج كريات دم حمراء، لذلك ينقلب إلى اللون الأصفر. In adults, the liver and spleen may produce red blood cells if the bone marrow is destroyed or fibrosed. يقول بالعمر البالغين الكبد والطحال تنتج كريات دم الحمراء إذا في حالة شنو؟ في حالة النخاع العظم يتحطم أو يتليف. Collectively, bone marrow is almost equal to liver in size and weight. يقول ويعني تضامنين أو يعني بالجملة راح نشوف أن النخاع العظم هو يساوي إلى حجم الكبد ووزنه. It's also active or it is also as active as liver. وأيضا يكون نشاطه نفس نشاط الكبد. The bone marrow, نخاع العظم, is the site of production of all blood cells. كل كريات الدم الحمراء كل كريات الدم بصورة عامة ينتجها النخاع العظم. Comparatively, 75% of the bone marrow involved in the production of the leukocyte. 75% من نخاع العظم هو يعني يتضمن إنتاج كريات الدم البيضاء، و 25% فقط يتضمن إنتاج كريات الدم الحمراء. زين. But still, the leukocytes are less in number than the erythrocytes. إن شاء الله محاضرة الكريات الدم البيضاء راح تشوفون إنه إن كريات الدم البيضاء عددها قليل مقارنة كرات الدم الحمراء. وشوف النسبة هنا، الكرات الدم البيضاء 1 مقارنة بالكرات الدم الحمراء 500، يعني كل كرية دم بيضاء مقابل 500 كرية دم حمراء. This is mainly because of شنو؟ The lifespan of these cells، بسبب العمر مالتها حياتها تكون أقصر بالنسبة لكرات الدم البيض، تكون أقصر من كريات الدم الحمر. Lifespan of the erythrocyte is 120 days whereas the lifespan of the leukocyte is very short ranging from 1 to 10 days. إذا نشوفنا وين الفرق، كريات الدم الحمراء عمرها من حوالي 120 يوم يلا تموت، وكريات الدم البيضاء من يوم إلى 10 أيام وتموت. لذلك تكون عملية الليكوسايت تحتاج إلى إنتاج أكبر من الأرثروسايت حتى تحافظ على العدد الطبيعي والمطلوب. So the leukocytes need larger production than erythrocytes to maintain the required number. Process of erythropoiesis. هسه الآن عملية الأرثروبويسيس اللي هي عملية إنتاج كريات الدم الحمراء. Stem cells. زين، الخلايا الجذعية are the primary cells capable of self-renewal and differentiating into specialized cells. إذن أول خطوة هي منين تبدأ العملية؟ تبدأ عملية الستيم سيلز، واللي هي تكون شنو هي؟ بها خاصية تتجدد ذاتياً وتتميز إلى أنواع مخصصة من الخلايا. الهيموبويتيك ستيم سيلز are the primitive cells in the bone marrow. إذن هي موجودة بنخاع العظم which give rise to the blood cells. تعطي كل أنواع كريات الدم والخلايا الدموية الموجودة. الهيموبويتيك ستيم سيلز in the bone marrow are called uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells. Uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells and is defined as the cell that can give rise to all type of the blood cells. هذه تعطي كل أنواع الخلايا. In early stage, the pluripotent hemopoietic stem cells are not designed to form particular type of blood cells. ما مصمم لنوع واحد، وإنما and it's also not possible to determine the blood cell to be developed from these cells. ولذلك اسمها يسموها uncommitted، يعني غير ملتزمة. زين، غير محددة. In adults, only a few numbers of these cells are present. بالعمر البالغ فقط أعداد قليلة من هذه الخلايا موجودة. But the best source of these cells is the umbilical cord blood. إذن المخزن الرئيسي أو المصدر الرئيسي لها منين؟ من دم الحبل السري. When the cells are designed to form a particular type of blood cell, the uncommitted pluripotent hematopoietic stem cells are called committed pluripotent hemopoietic stem cells. يقول لما الخلايا تصمم حتى تكون فد نوع محدد من الخلية الدموية،
بهالحالة ما أسميها الآن كوميتد، أسميها كوميتد يعني ملزمة أو محددة بتكوين نوع معين من هذه الخلية. زين، الكوميتد pluripotent hematopoietic stem cells is defined as a cell which is restricted to give rise to one group of blood cells. زين، فهنا يقول إذا هي معناها محددة، هي الخلية اللي تتحدد بإعطاء أو إنتاج نوع واحد أو مجموعة واحدة من خلايا الدم. أنواعها شنو هاي الكوميتنت بلوريبوتنت هيماتوبويتك ستيم سيلز؟ ليمفويد ستيم سيلز، كولوني فورمينج بلاستوسايت، كولوني فورمينج يونت إريثروسايت. عندنا نشوف هنا هسه احنا ليمفويد ستيم سيلز، هاي هسه بالرسم نوضح لكم اياه. أول شيء أنكوميتين بلوريبوتنت هيماتوبويتك ستيم سيلز، بعدين يصير كوميتين، هاي غير محددة لصناعة نوع معين من الدم، هنا محددة لصناعة نوع معين من الدم اللي تعطينا ليمفويد ستيم سيل، اللي يعطينا آخر شيء ليمفوسايت والكولوني فورمينج بلاستوسايت. شنو الكولوني فورمينج بلاستوسايت؟ هاي النوع من الخلية اللي هي صارت كوميتين راح تعطينا ثلاث أنواع من المجاميع، اللي هي كولوني فورمينج يونت تعطيني إريثروسايت اللي هي إيه، كولوني فورمينج يونت جي ام تعطينا جرانيولوسايت، نيتروفيل بيزوفيل إيوزينوفيل والمونوسايت، والكولوني فورمينج يونت ام اللي هي ميجا كاريوسايت تعطينا آخر شيء البليتلت. هاي توضيح بالرأس بس راح نرجع عليها ونشوفها شنو هي هذه. فهنا نقول لمفويد ستيم سيلز which give rise to the lymphocyte and natural killer cells. Colony forming blastocytes which give rise to the myeloid cells. The myeloid cells are the blood cells other than lymphocytes. When grown in cultures, these cells form colonies, كون تجمعات, hence the name colony forming blastocytes. اكو different units of colony forming cells اللي هي colony forming unit erythrocyte اللي هي E. تطينا هي develop هذه الخلايا الى الارثروسايت كرة الدم الحمراء. Colony forming unit granulocyte monocyte. These cells give rise to the granulocyte, neutrophil, basophil, eosinophil, and monocyte, as we mentioned. Where colony forming unit megakaryocytes, اللي هي تنطينا the platelets are developed from these cells. Changes during the erythropoiesis. شنو التغيرات اللي تصير؟ Cells of the colony forming unit erythrocyte pass through different stages and finally become mature red blood cells. زين. During this stage, four important changes are noticed. شنو هي التغيرات اللي راح تصير؟ الرئيسية reduction in size of the cell. أول شيء يصغر حجمها من حجم 25 إلى 7.2 بالعشرة مايكرون. Disappearance of nucleoli and nucleus. راح تختفي النواة والنوية. Appearance of hemoglobin. راح يظهر صبغة الهيموغلوبين عليها. وchange in the staining properties of the cytoplasm. راح تتغير طبيعة التصبغات الموجودة بالسيتوبلازم. زين، شنو الـ stages of erythropoiesis؟ زين، أول شيء pro erythroblast. هسه طبعاً هاي موجودة هنا، نشوفها على الرسم. pro erythroblast. زين، يقول اللي هي megaloblast. pro erythroblast. تعطينا هنا poly كروماتيك إريثروبلاست وتعطينا أكشي إريثروسايت. هذا فد رسم توضيح، وهنا أكو رسم توضيحي آخر. هنا عندنا قلنا الكولوني فورمينج بلاستوسايت، كولوني فورمينج يونت إريثروسايت راح تعطينا برو إريثروسايت، إيرلي نورموبلاست، إنترميديت نورموبلاست، ليت نورموبلاست، ريتيكولوسايت ولاست ماتشورد إريثروسايت. هسه احنا حكينا كله على الإرثرو سايت، كلها كريات الدم الحمراء، هاي هسه كلها هاي ما لنا علاقة بها بالمحاضرات القادمة إن شاء الله، ولكن هذه الآن هسه احنا هاي الخطوات تكوين كريات الدم الحمراء اللي هي كولين فورمينج يونت إرثروسايت تتحول إلى برو إرثروسايت، إيرلي نورموبلاست، إنترميديت نورموبلاست، ليت نورموبلاست، ريتيكولوسايت، أند إرثروسايت. هسه الآن نجي نشوف نقطة نقطة على السريع حتى يكفي الوقت للمحاضرة. برو إرثروبلاست أو ميغالوبلاست، برو إرثروبلاست أو ميغالوبلاست is the first cell الخلية الأولى derived from the colony forming unit erythrocyte. It is very large حجمها كبير جدا and size with diameter about 20 micron من 20 micron. Nucleus is large and occupies the cell almost completely.
نواتها تكون كبيرة وتشغل كل حجم الخلية. The nucleus has two or more nucleoli. النواة تمتلك إلى نويتين أو أكثر و reticular network وأيضا شبكة خيطية. نيجي الآن إلى البروإرثروبلاست. doesn't contain hemoglobin. ما تحتوي عليه هيموغلوبين. The cytoplasm basophilic. قاعد يكون in nature. Proerythroblast multiplies several times. راح تنقسم عدة مرات. و finally forms the cell of next stage called early normoblast. Synthesis of hemoglobin. هنا راح تبدي بهاي المرحلة صناعة الهيموغلوبين. Appearance of hemoglobin occurs only in the intermediate normoblast. ظهوره ايش راح يكون في الطور الثالث اللي هو الintermediate normoblast. الطور الثاني early normoblast. The early normoblast is little smaller than proerythroblast with a diameter of 15 micron. اذا بدأ يصغر حجمها تكون اصغر من الحجم اللي قبلها البروإرثروبلاست من 20 إلى 15 مايكرون. النيوكليوس نيوكليولاي disappear. النويات راح تختفي. condensation of كروماتين راح يصير تكثيف بالكروماتين شبكة الكروماتين ويقول يصبح كثيف جدا. cytoplasm is basophilic in nature. زين so the cell is also called basophilic erythroblast. this cell develops into next stage called intermediate normoblast. الآن normoblast المرحلة الثالثة intermediate normoblast. the cell is smaller. يصغر حجمها 10 إلى 12 مايكرون. nucleus still present موجودة لحد الآن لكن الكروماتين network shows further decondensation. تكثيف أكثر راح نشوف بالشبكة مالت الكروماتين. هيموغلوبين تبدي صبغة هيموغلوبين تبدي تظهر. cytoplasm already basophilic أيضا ما زال basophilic. now because of the presence of hemoglobin بسبب وجود الهيموغلوبين راح يبدي صبغة يعني تنطي طباع صبغة حامضية acidic as well as basic stain. so this cell is called polychromophilic or polychromatic erythroblast لأنه صبغة القاعدية والحامضية راح تظهر بهذه المرحلة من النمو. this cell develop into next stage اللي هو late normoblast. late normoblast diameter of the cell decreases 8 to 10 micron. nucleus become very small with very much condensed chromatin network and it is known as ink spot nucleus. النواة مالتها مثل بقعة الحبر. quantity of the hemoglobin راح تزداد كبية الهيموغلوبين أو صبغة الهيموغلوبين. and cytoplasm راح يصبح acidophilic حامضي مو basophilic. and the cell now called orthochromic erythroblast. In the final stage of the late normoblast, just before it passes to the next stage, the nucleus disintegrates, راح تتحطم وتختفي. The process by which the nucleus disappears called pycnosis. The final remnant is extruded from the cell, راح يعني تنطرح خارج الخلية الأشياء المتبقية. Late normoblast develop into the next stage called reticulocyte. Reticulocyte is otherwise known as the immature red blood cell. كرية الدم حمراء غير ناضجة أيضا تكون larger than mature red blood cell. السيتوبلازم يحتوي على reticular network or reticulum which is formed by the remnants of the desecrated organelles. Due to the reticular network هذه الشبكة الخيطية الموجودة the cell is called reticulocyte. The reticulum of the reticulocyte stain with supravital stain. In newborn babies, the reticulocytes count 2% to 6% of the red blood cell. And this معناها شنو 2 to 6 reticulocytes are present for every 100 red blood cell. The number of the reticulocytes decrease during the first week after birth. Later, the reticulocyte count remains constant or below 1% of the red blood cell. The number increase whenever production and release of the red blood cell increase. فهنا الريتيكولوسايت is basophilic due to the presence of the remnant of the disintegrated Golgi apparatus, mitochondria and other organelles of cytoplasm. During this stage cells راح تدخل الكابيلاريز الدم الأوعية الدموية الشعرية خلال capillary membrane from site of production by diapedesis من خلال تسلل الخلايا الصحيحة. Matured erythrocyte آخر شيء المرحلة الأخيرة reticular network disappear and the cell become matured red blood cell and biconcave shape قلنا مسطحة الأونس بيحنا مقعرة الوجهين زين
and decrease in size to 7.2 micron diameter. The matured red blood cell with hemoglobin but without a nucleus, بدون نواة, تطلب 7 days for the development and maturation of the red blood cell from the proerythroblast and requires days 5 days up to the stage of the reticulocyte, and reticulocyte take 2 days more to become matured red blood cells. وهاي هنا أنا ملخص للإيفنت اللي تصير بالإرثروبويسيس حكيناها كلها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.